كذا قفلنا على المكان كاملا. يا اخي خليني اتذكر نقطه، امس قاعد اسولف ناس من الشباب يستقبلونا هنا الله يحفظهم، فكانهم يقولون احنا وزننا منخفضه يعني ليش نمشي؟ يا اخي المشي ما هو بس وزن، المشي حياه، المشي له علاقه في غدتك الدرقيه وفي المراره وفي الكلى وفي العقل وفي الدماغ وفي الدوره الدمويه في الاوعيه الدمويه، مكافحه الجلطات، مكافحه الاكتئاب، مكافحه السكري، مكافحه دهون الدم، مكافحه اشياء كثيره يا اخي. ما هو بس وزن، ليس فقط وزن اطلاقا، لو انه بس وزن قلنا خلاص صوم وخلصنا، لا يا اخي. حتى الاولين يقولون من ترك المشي تركه، مهمه هذه. يا الله بشركم جيت مكان فاضي. فزبدة الموضوع ان المشي اكبر بكثير من قضية تنزيل الوزن. يا اخي المشي حياة. شفت لو واحد يقول لك يا فلان ليش شريت السيارة الفلانية؟ انت شريتها عشان كفراتها زينة. يا اخي انا شاري سيارة معلي من بس كفرات. ترى المشي تنزيل الوزن مثل الكفرات فقط. انت تتكلم عن اشياء كثيرة جدا في السيارة. ما لقيت الا الكفرات. الكفرات صح مهمة والاخيرية بس ما هي بس الحالة. فهمت قصدي؟